أنا الإنسان، برنامج يقيم متطلبات وفكر وممارسات التعايش في رحلة الإنسانية ودورنا في إدارة التنوع في الحياة، وكيف نصنع منها نقوش محبة مميزة للنجاح وإثراء العالم. هو برنامج يبني أمل وممارسات التعايش، ويستهدف إلقاء نظرة جديدة لمفهوم المجتمعات الرشيدة ودور كل منا في بنائها في وطنه. أنا الإنسان يعيد النظر في علاقاتنا الإنسانية وحتى علاقاتنا مع الطبيعة وفي رحلة التعايش في الأمة، ويبحث في الهوية الوطنية. أنا الإنسان، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحييكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم أنا الإنسان، وستكون هذه الحلقة حول موضوع التجاهل كدواء ووقاية للقلوب، فمرحبا بكم. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. الحياة أيها الأحبة تحتاج منا أحيانا إلى تجاهل، فنحن نحتاج أحيانا أن نتجاهل أحداث، أو نتجاهل أشخاص، أو نتجاهل أفعال، أو نتجاهل سلوكيات، أو نتجاهل حتى أقوال. يفترض أيها الأحبة أن نعود أنفسنا على التجاهل، ويعتبر هنالك نوع من التجاهل يسمى التجاهل الذكي، فليس كل أمر يستحق منا أن نقف عنده. فلقد خلق الله سبحانه وتعالى الناس من ماء وطين، بعضهم غلب ماءه طينه فصار نهرا، وبعضهم غلب طينه ماءه فصار حجرا. تعالوا أيها الأحبة لنعود أنفسنا ونعلمها أن نجعل في حياتنا حفرة صغيرة نرمي فيها أخطاءنا ممن يرموننا بجهل أو بعلم كل يوم. فالمهم أن نعود أنفسنا أن ننسى حتى مكان الحفرة التي نرمي بها أخطاء الناس، وبحيث لا نعود إليها حتى في لحظات الخصام. الحياة تعلمنا إن هنالك الكثير من الغرباء الذين يصبحون أصدقاء لنا قدرا، وتعلمنا الحياة إن هنالك الكثير من الأصدقاء الذين يصبحون غرباء عنا فجأة. وإذا أردنا أن نتعلم كيف نصنع الأصدقاء، فإذن علينا أن نشرب من كأس التغافل حتى نثمر. ولذا كان الإمام أحمد بن حنبل يردد 9 أعشار العافية في التغافل. فعندما ترى شخصا يتجاهل عن كل ما يزعجه، لا تصفه بأنه بارد الأعصاب، بل حاول أن تتعلم منه، وثق بأنه يتألم كما تتألم، ولكنه تعلم كيف يتجاوز الأخطاء التي لا تستحق أن يلتهي بها، بحيث أنه يريد أن يحقق أثرا في الحياة، فلا ينتهي إلى الانشغال بما يقوله الناس، وتعلم كيف يتجاهل ما يقوله الناس أو ما يفعلونه. أحياها نهجا وقيم، أنثرها خلقا وشيم، أملأها أملا وهما،
أعكس منها صورتي. إنها مسؤوليتي. نصف الراحة أيها الأحبة كما يقول العلماء هو عدم مراقبة الآخرين، ونصف الأدب عدم التدخل فيما لا يعنينا، ونصف الحكمة أيها الأحبة في الصمت أحيانا لا في الكلام. لنتذكر أيها الأحبة أن كل شخص لديه قصة حزن بداخله، وكل شخص يعاني أحيانا من أشخاص يحبهم وما زال يعاني، وهنالك أشخاص كثيرة تعبوا من التضحية من أجل الآخرين ولكنهم مع ذلك يتجاهلون، ويتجاهلون بذكاء لأنهم ينظرون إلى الدنيا أنها دنيا وأنهم هم راحلون، ويريدون أن يتركوا الأثر فلا ينشغلوا بالناس أو بالأحداث أو بالأشخاص أو بالأفعال أو بالأقوال، ولكن ينشغلون بالأثر الذي يريد أن يتركوه. عندما نعيش لنسعد الآخرين سيبعث الله لنا من يعيش ليسعدنا، وهذا ما يميز القلوب المتغافلة والقلوب المعطاءة، فقد وعدنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك فقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فعلى قدر جميل أخلاقنا تتحقق النوايا، فيفترض أن لا نندم على لحظات سعينا بها لإسعاد الناس أو لتقديم خدمة أو عطاء جديد حتى ولم يكن الطرف الآخر يستحق ذلك. كن شيئا جميلا في حياة من يعرفك لتكون شيئا وذكرى جميلا في حياة مجتمعك. يقول ابن القيم: الدين كله خلق، فمن فاقك في الخلق فقد فاقك في الدين. من أوتي صدرا سليما لإخوانه وأهله وأحبابه وجيرانه ومجتمعه والحبه فقد تعجل شيئا من نعيم الجنة. ولذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وتذكرنا الآية فتقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فلا شيء يخترق القلوب كلطف العبارة وبذل الابتسامة ولين الكلام وسلامة القصد ونقاء القلب، وكذلك غض الطرف عن الزلات. فلنسعى ولنمضي ولنتعب من أجل العطاء، ولا يهمنا ما يقوله الآخر وما يفعله فلان أو فلان. فالدنيا أيها الأحبة جميلة بالقلوب الطيبة والوجوه المشرقة والفكر النير والعطاء اللامحدود. إن هذا التفكير هو ما يبث فينا الأمل ويشعرنا دائما بالود والمحبة. ومن أكبر نعم الله على العبد محبة الناس له، وهذا لا يتأتى إلا من خلال السعي لإرضاء الله سبحانه وتعالى أولا، ثم خدمة البشرية. تعلمنا الحياة أيها الأحبة أن كل مياه البحر لا تستطيع إغراق السفينة إلا إذا تسلل الماء داخل هذه السفينة، وكذلك الفشل لا يستطيع أن يسيطر على قلوبنا إلا إذا تسلل التشاؤم إلى قلوبنا. فيفترض أن لا نعامل الفشل كضيف يستقر في داخلنا، ولكن نعامله كمحطة نتعلم منها ولا نطيل الوقوف بها إلى الأبد. لا شك أن في نجاحات الدول أيها الأحبة عبر وقصص، وقصتنا لهذا اليوم عن قصة رجل هو كان أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وهو جورج واشنطن، والذي عاش في الفترة من 1732 إلى 1799. لقد كان جورج واشنطن قائد الثورة التحريرية التي انتهت بإعلان استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا. لقد كان معروف عن واشنطن القلب الذي يتجاهل الأعداء، ولذا كان يردد: الصداقة الحقيقية نبات بطيء النمو. فأن تكون وحيدا كما يقول جورج واشنطن أفضل من رفقة سيئة. فالسعادة كما يقول واشنطن والواجب الأخلاقي متصلان لا ينفصلان، ولذا كان يقول: الاستعداد للحرب هي أفضل الوسائل فعالية للحفاظ على السلام. إن هذا القلب المنفتح
هو الذي ما تذكره اليوم أمريكا عن واشنطن، بغض النظر عن ما يقوله كل الذين يختلفون معه. فقد كان معروف عن واشنطن ترديده اجتهد دائما أن تحافظ على تلك الشعرة الإلهية التي تضيء القلوب وهي الضمير، ولا تنم بينما غيرك يتكلم، ولا تجلس وغيرك واقف، ولا تتكلم في موقف يستدعي الصمت. ولذا أقول بسبب هذه الأخلاقيات وبسبب هذا النوع من القلب ما زالت أمريكا تذكر واشنطن على أنه من أفضل الحكام الذين مروا على تاريخها. اللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. متمنيا أن نلقاكم في الحلقة القادمة على الحب والمودة بإذن الله. أنا الإنسان، أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي.